اللقطه المواليه هنا غادي نوصلوا للخرى ديال السميتو ديال ضربه الجزاء. ضربه الجزاء بطبيعه الحال هنا اشنا هو؟ هنا كنجيب لكم في الاول، كنقول لكم نرجع ليها هنا باش تبان مزيان. ها هي اش كيقول لك هنا؟ تيوك خلال تواصل حكم المباراه، هذا استحدقك يا هذا مديريه التحكيم هذه اللي كتهضر. خلال تواصل حكم المباراة مع غرفة الفار تبين أن هذه الأخيرة لا تتوفر على أي صورة واضحة ياك غير ما شاهده الحكم بشكل مباشر. يعني ما كاينه الصورة واضحة من غير داك الشيء اللي شاف الحكم بشكل مباشر. أنا غنجيب لكم الدليل بين ما حدقة راه انتهى وقته خصو يمشي بحاله. راه السيد ما بقاش عنده حتى الطريقة ديال حتى المنطق، بقات عنده الذكاء وديك الصنعه، ديك الصنعه ديال التحراميات باش يسلك راسو ما بقاش عنده. يعني تيحاول يغطي باللي كاين. غنجبد لكم هذه القضيه بين ما هذا الشيء اللي قال ديال ما كانش شي صوره من غير داك الشيء اللي شاف الحكم بطريقه مباشره. غادي ناكد لكم بان العكس هو الصحيح. ها هو العكس. دابا هذه هي اللقطه، خليها ديال اللقطه الثانيه. هذه هي اللقطه ياك. الحكم قال لك ما عنده حتى شي صوره اخرى من غير داك الشيء اللي يعني الفار ما عطاه حتى شي صوره اخرى من غير ما عنده حتى شي صوره من غير داك الشيء اللي شاف الحكم مباشره. داكو الحكم اش كيشوف دابا؟ كيشوف الصوره قدامه، كيشوف السونتراج وكيشوف كره نازله ها هو قدامه، يعني هو اون فاس للحارس. يعني اش كيشوف؟ كيشوف داك الشيء اللي كتوضح لنا الكاميرا اللي هي في الجنب، جات هنايا على جهه لي دروا تاع الوداد. دونك هذيك الكاميرا هي اللي مصوره لنا دابا عرضا وكتبين لنا داك الشيء اللي كيشوف الحكم. واخا غادي نبين لكم بين ما الفار كانت عنده صوره من غير داك الشيء اللي كان عند الحكم، وغادي نكذب يحيى حدق. ها هي الصوره، هذه الصوره بطبيعه الحال ديال الضربه الراسيه، وتيبان لك ما كاين لا يد ولا رجل. انا نشوف الصوره اللي هاي، شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ هذه عند الفار ولا ما عندش الفار؟ علاش السي حدقه كتقول انه الحكام راه سميتو ما كانش غرفه الفار ما كانش عندها شي صوره من غير الصوره اللي شاف الحكام؟ الحكام شاف هاد؟ الحكام راه كنشوفو فيه اون فاس، الحكام راه كيشوف من اللون، اما هادي من هاد الجهه ما شافهاش. اذا غرفه الفار كانت عندها صوره غير الصوره اللي شاف الحكام جيد مباشره، هي الصوره اللي جات من وراء المرمى تصورت مزيان وبان بانه ما كاين لا ما لا والو. جاء راس مع راس تطحوا راه واحد ضرب الكره خرجت الكورنر. اذا راه المسائل تنظن واضحه وما تحتاجش نزيدوا مازال نناقشوا يعني كوارث تحكيميه، والله ما كاينه في شي بلاد ما تلقاهاش نهائيا. وكيزيدوها بالكذوب دابا التخلويض والكولسه وحكم، وكتزيد تاكد بان داك الكلام اللي كانوا قالوا بان حدقه راه كيتهضر مع حكام ديال الفار، راه كيهضر مع الغرف ديال الفار وكيتحكم فيهم. راه قالوها شي ناس هادشي اللي خرج كيبرر في هادشي الحكم وبهالطريقه اللي هي كتجيب الغثيان، فهادشي كيزيد ياكد بان هاد الحكم فعلا هاد السيد راه هو الحكم الوحيد اللي كاين في المغرب. راه شاد الكيت وكيهضر مع حكام الفار وكيحكم في المغرب، كيحكم الماتشات كاملين. راه هادشي اللي كيبان دابا تمسخ ولا ما تمسخش؟ واش بان بانه غرفه الفار عندها صور من غير صور عند الحكم؟ واش بان بانه حكم جيد كان خصو يمشي لغرفه الفار ويشوفها في الشاشه؟ كون مشى لغرفه الفار غيتفرش. علاش ما بغاش يمشي؟ لان عارف راسو انه عندهم لقطات اللي غادي يفرشوه، وعارف راسو بانه ذاك القرار اللي دار في راسو ديال يعطي ضربه جزاء غادي يضرب في الزيرو. كنتمنى تكون واضحه الفكره. شوفوا هنا راه كتشوفوا الدقه 94 دخلنا الدقه 95، ما هو كيهضر معاهم شتي الطريقه باش كيشوف فيهم بعدا باش كيهضر معاهم ما مسوقهمش. اذا شاف فيهم ما بغاش نهائيا، وغتشوف واحد اللقطه اخرى واصعب من هذه، وكيهضر مع الفار. راه بينات اللقطه انه كيهضر مع الفار، وفي نفس الوقت كيقول الحارس رجع لالين رجع لالين، يعني انه طات معزه راني عاطي بينانتي طيرو. ها هي شتيها، وهنا هنا راه جامده الصوره. ورجعوا للفيديو ديال الماتش، رجعوا للدقيقة 95 و15 ثانية، غتسمعوه بفمه كيتحرك، يعني كيهضر وكيطبق قرار اللي في راسه، وهذه راه قمة الفساد، هذا راه العفن ديال الكرة ماشي الكرة.
هاد اللقطة هادي كتعبر على حاجة، إن يعلموا الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. هادشي اللي كاين، كل واحد كيعطي ربي على قد فعلو كما كيقولوا بالدارجة.